وليالي والشفع والوت والليل إذا يسأل في ذلك غضب لذيذ ألم تر كيف فعل ربك بيان إرم ذات الإيمان التي نخلو مثلها في البلاد وثمود الذين جاروا الصخر بالواد وفي الأرنة الأوتاد الذين ذووا في البلاد فأكثروا بها الغدار وضط عليهم ربك ضوط عذاب إن ربك من مرسل فأما الإمتان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونأمله فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فيسقه فيقول ربي هانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تأمتون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك ملك صفا صفا وجيء يومئذ يسر بذاته أغد يا يسو صفاقه أهد دان الله العزيز.